بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على من اطلع على برامج قناة الاستقامة ما تقوم به من دور إيجابي في دعوة الناس إلى وسطية الإسلام والتمسك بحبل الله تعالى المتين واتباع نوره المبين والسير في صراطه المستقيم. وهذا مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز والحمد لله تعالى. فكثير هي الدعايات التي تنحرف بالناس ذات اليمين وذات اليسار، وخير ما يتمسك به الإنسان الحبل المتين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وهو يدع الإنسان في منهج وسطي لا ينحرف ذات اليمين ولا ذات الشمال. والحمد لله تعالى، يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبهذه الوسطية التي يختارها الله تعالى لهذه الأمة صارت هذه الأمة شهيدة على غيرها من الأمم. وما أحوج الناس إلى أن يعرفوا الإسلام الصحيح، الإسلام الذي ينمي الفضائل في نفوس العباد ويقوي الصلات فيما بينهم ويربط بعضهم ببعض برباط الأخوة الإيمانية التي تشد المؤمن إلى المؤمن حتى يكونوا جميعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا ريب أن ما تقوم به قناة الاستقامة إنما هو جهد جهيد ويحتاج إلى مساندة، فلذلك نهيب بكل من كان قادرا على المساندة من الأفراد والمؤسسات أن يولوا هذه القناة رعايتهم وأن يحسنوا إلى أنفسهم بالقيام بما يمكنهم أن يقوموا به من رعاية برامج هذه القناة حتى تؤدي دورها على النحو الأفضل ولا تتعثر في مسيرتها. وكل من أحسن فإنما يحسن إلى نفسه، فالله سبحانه وتعالى وعد المنفقين خيرا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يؤتي بغير حساب، ولذلك كان على الناس جميعا أن يحرصوا على التسابق في مضمار الخير. ومن جملة مضمار الخير إبلاغ الدعوة إلى الناس بالكلمة الهادئة الهادفة كما هو منهج هذه القناة، وبهذا تتحقق الخيرية لهذه الأمة. فإن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبهذا يشد حبل الترابط بين جميع المؤمنين والمؤمنات، فإن الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى الخير وأن يحفظ هذه القناة ويوفق القائمين عليها لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ويكتب لهم النجاح في كل خطوة يخطونها. والله من وراء القصد، وحسبنا تعالى وكفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.